السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الثلاث اولاد اللي ما عرفش الثلاث اولاد فين جا، جا في المملكة المغربية. هاد الخيرات تاعت القلية ولحم الراس والكبدة وهاد الكرعين وهاد الخيرات تاعت المخ، كيفاش تشوفوا معنا هاد الصديق تاعنا راجل مخير وتخدم في السوق الاسبوعي بمدينة الاولاد، هاد وتيكون حتى في الحوانت وراجل طيب وما تيقويش الماء في السلعة كيما تشوفوا معنا ناشفة وما فيهاش الماء بزاف. هاد الرجل نوريو لحبابنا لقرب الثلاث الاولاد فين ما كانوا احبابتونا، وكانوا في الثلاث اولاد. هذا الراجل راه مخير وتيكون عنده هذاك الشيء حقيقي ومعقول. الكبده ما تديروهاش في الماء ياك؟ لا من طبيعه الحال ما تتغطسش حتى في السطل. ممنوع. حيت كاين اللي تيشد الغراب وكاين اللي تيشد السطل. بزاف. كنخرجوها من الجوف ديال العرض كنديروها في الميكا ولا في الخيشه. في الخيشه. كما تشوفوا هذا الصديق تاعنا راه يخدم حتى في الحوانت الفوق. رقم واحد مرحبا بالجميع. رقم واحد كما تسمعوا في الشوكة. أيه الشوكة. حدا حميد. أيه حميد الخزاري. حميد الخزاري ديما تيكون هذا الراجل حداه، وراجل مصواب وراجل درواز كما تشوفوا معنا، وراجل مخير وشي حاجة تاع الجودة تيقول لنا وغادي مازال غنواصلوا عندو. احنا غير اللي أول خطرة شاف قناة زيتون مرجان نوصيه يشارك معنا في القناة ويخلي لنا شي جيم وشي كوميطير ونحييو كل مشاهد امرأة راجل درية درية في المكان. أحبابتونا كبير صغير أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا كل واحد نبغيه وما الخير ما أي واحد تيبغيه ماشي ما تنبغيوش. ونسولو هاد الصديق تاعنا اللي راجل مخير هنايا في الثلاث الولاد ويكون في الحوانت كما قلنا، وراجل ما نعاودوش الهضرة ولا الكلام عليه بالحاجة الزينة والجودة. هاد لحم الراس بشحال نبعتيه اليوم؟ 30 درهم. على ما نقصتيش؟ لا 30 درهم، لا ما كنديروا لا والو، حتى كتشوف الزيتون مليح، ما نديروش فيه الماء ونشاورو نقصوا 100 ريال ونشاورو نديروا للناس، لا داك الشيء الجودة كاينة والثمن راه كاين، المليح كاين. حتى اللي كاين. صافي 30 درهم. مخلط ب 30 درهم. 30 درهم مع شوية ديال المجبنة وشوية المجبنة قول وصافي. أقول على المجبنة وشوية ديال المونسيسي اللي بغاه، ما بغاش أي ماشي مشكل. دير المجبنة. إيوا وبغاه وحده شحال؟ 40 درهم. تعطيه وحده. وحده بحرفه ماشي بحال رمضان تت رمضان شكل ودابا شكل دابا راه باقي دابا جديده دابا كيما تشوفوا هاد الصديق تاعنا في الثلاث اولاد. هاد الراجل عنده شي حاجه رفيعه وممتازه ويخدم في الحوانت. علاش هو عنده الممتازه وما عندوش الماء وهذاك؟ حيت يخدم في الحوانت الناس تمشي وتجي واحد الكاليتي والمليح كما قال هذه الوالده تاعتو. نحيوها ونحيو كل والدات النق في المكان. وهذا المصاريف ليش جا عندك؟ هذا ديما معايا لاصق فيا ياك راجل درواش. وهذا التقليه بشحال بات يا خويا؟ هذه 15 درهم 300 درهم. تبارك الله. حرفيه ولا لا معاه شويه ديال الريه وشويه ديال الريه. واللي بغاها حرفيه شحال؟ 500 درهم. 500 درهم كيما تشوفوا التقليه بيضاء فاسيه تنقولوا احنا تنقولوا فاسيه. وقلنا 500 درهم مخلطه. 500 درهم. وهذا المخ والطيحان. الطيحان شحال فيه؟ كيلو ربع ولا شحال؟ لا فيه كثر تقريبا. الزيتون غتكون فيه كما قلتي واقيلا تقريبا. انا راه ما تنتاكلش بزاف. كيلو رابع. ما تنتاكلش بزاف. كيلو رابع الزيتوني. ها؟ كيلو رابع. ترك حريدي بحال معلم انا. انا معلم. ها؟ تبارك الله. شحال قلتي لي غادي يكون هذا المخ؟ هذا تقريبا غادي نبيعو ب 50 درهم بحال. بحال هكاك شي كيلو ربع تبارك الله. هذا بعناه ب 25 جمله. انا نبغى لوكال 30 درهم. على غالي هات 25 درهم جمله. واش كيديو دابا؟ ما كاينش الجمله اليوم. لا كاينين الدراري كيديو يبيعوا في الحوانت. ايه واخا. شكرا لك على هاد
الطيبوبه اللي درتي معنا وهادشي اللي ورنا الاخ الاحباب تاعنا باش اي مشاهد قناه الزيتون المرجعي. هذا الراجل راه مخير في الثلاث اولاد وفي الحوالد وفي السوق الاسبوعي تيكون. هاد الكبده واش هي والقلب ولا مخلط؟ دابا هما والقلب شحال ومخلط 2400 هي والقلب. علاش زيدين فيها؟ راه كتبيع لي مع الكبده دابا لي. بشحال بعتي الكبده جمله اليوم؟ بعتها ب 1900. 19 و 500 بزاف دير 300. لا دير التسقيط راه كاين اللوفه كاين. اييه ومخلطه شحال تتبيع فيها؟ مخلطه تقريبا غتكون ب 70 درهم مع شويه ديال الوسيس وشويه ديال البورو. هذا هو اللي تشوفوا هذا الصديق تاعنا هنا في الثلاث الاولاد. شوف كيف بدا كيدير الزيت. تبارك الله لا شفاق لا ما لا والو كيما مجبوده كيما باقا. حيت انا ما تربيتش نصور هذوك اللي تيكبوا فيها بالغراف او غطاسه. ما عندك علاش تعمر بهم. هذا الشيء اللي كاين. سلام اولادي بخير. وهاد العماره شحال؟ هذوك عطاونا فيهم 2800. وما بغيتيش تبيعهم؟ قلنا لك 3400. كما تشوفوا هاد الصديق تاعنا في الله يودي مرحبا بك. دابا هذا الدري تيتقدى عندك الراس. شوف تبارك الله كي تشوفوا هادو راه حوان تيصوبوا كل واحد جا راجل كبير او دري صغير ماشي بحال هذوك اللي بداو يزربوا على بناتهم. ياك ديما تيجي عندك؟ ديما كيجي عندي هذا. شوف حيت قلنا لكم هذا الراجل راه تيصاوب لاي واحد باش نطلبوا من المشاهدين يعرفوا عاد من يمشيو واخا يشوفوا التصوار. مرحبا. هذا الراجل راه الراجل القوي ربما مثلا كما قلتي العالم فين ما كانوا الحباب تاعنا فين ما كانوا احنا فين ما قلتي حتى العالم. اييه فين من طنجه القويره وفي العالم ان شاء الله. تبارك الله على السي دريس الله يبارك فيك. كما هذا الراجل قلنا راجل مخير وراجل زين كي تشوفوا معنا وتيصوب للدري بلا ما يحضر. لا هذه كما تنقولوا مالي الحوالد تيصوبوا الناس واخا يجي دري صغير او راجل كبير. يلا سي زيدوني انا معاك. كما قلتي تتصاوب السيد ما تيحضرش واخا يصيفط غير الدري. والله الا ما تكتشوف دابا راه سولي هو بيرو. هادشي اللي تنقول انا للمشاهدين تنقول لهم كاينين الناس الحوانتيه تيصاوبوا الناس. ما كتزيدش شي حاجه من عندك. الله يرضي عليك. تتشاهد القناه تتصور فيها وتتشاهدها. انا افتخر بالقناه. الله يحفظك شكرا لك. الله يبارك فيك الله يحفظك. لا الله يحفظك شكرا لك. كما كما عندي انا كعندي الزهره كرحمه الغلم كرحمه البقر كتقول لك الله يحفظك شكرا لك. كما تتشوفوا هذا الصديق تاعنا راه تيتصور عندنا وتيشاهد القناه الزيتوني مرجان. تحيه خالصه ان شاء الله رحمه من قلب جميع المغاربه المقيمين بالخارج ولا داخل. شكرا لك تحييكم هذا الراجل. رافع علينا هذا الوباء. يا ربي امين يا ربي امين. رافع علينا هذا الوباء يا ربي امين. كما قال هذا الصديق تاعنا يا ربي ارفع علينا هذا الوباء ونكونوا بصحة جيدة ماشي غير المغرب تتمناو العالم كامل حيت كاينين الأحباب تاعنا في العالم كامل. المغاربة مغاربات العالم كما قال صديقنا كاينين في العالم بيسري. ضروري خاص العالم يحيد منه المرض كامل ماشي غير المغرب. الله يرفع علينا الجواب. آمين يا ربي باش نكونوا معززين مكرمين. آمين يا ربي. هذا الراجل كما تنقولوا الدري جا وحده وصاوب لي اللحم بحال جا راجل كبير بحال جا صغير. كل مشي عند واحد من السواقه الله يسامحنا ويسامحهم كون عطاه داكشي اللي باغي هو اللي الشحمه عطاه داك اللي ما تتباعش ليه صوب لي. خص يكون العدل. هذه الحرفه كتبغي العدل. كاين المعلميه اللي يديروا فيها العدل. انا كنعدل داك الشيء على عينك. حيت دابا المعلم راه هو اللي يدير فيها العدل. علاش كتسمى معلم؟ الا هادشي اللي تنقول لك خاصك تصوب للسيد كيما واقف دري صغير كي كبير كيما كان. مايمكنش انا دابا تجي تقول لي عاود بني لي دار ونبني لك. لا ما تمكنش. لا ميمكنش. حقيقه هذا هو اللي بغيت نوصل. كما قلنا احنا بغينا نوصلوا للناس راه اللي معلم في الحانوت وماشي بحال السواقي راه عرفت هذاك الشيء رفيع ممتاز. هذا وليد محاميد؟ لا اياه هو هذا هو هذا. ما عرفتيش شحال دار بالكيلو؟ ما عرفتش شحال ولكن الثمن ديالو بحال 20 مليون و34 وزيده واحد 4000 مليون و38 باش دار ياك. نحيو حبابنا في المكان.
هاد الخيرات كما قلنا وهاد الصديق تاعنا نحييه ونحييه الحقيقه تاعته ولا شي حاجه رفيعه شي حاجه ممتازه. والكبده ما فيهاش الماء، دابا نوريكم الكبده اللي فيها الماء، وهاد الراجل راه يكون في رحبه الدروبه. ياك تاع الدروبه ما جيتيش صاحبي، ما كنت في دروبات اخرين ومشيت للبكراوي. هذا صاحبي شاروليات ياك زوينه. ما شتك شبعتي بعدا؟ الله يسهل. بعتي الكساب ولا القزار ولا الكساب؟ الله يسهل عليك.